السلام عليكم واهلا بيكم. دي احلى التعليقات اللي جات لي على اخر فيديو سلايم. شكرا على الكلام الجميل اللي فرحني. النهاردة هنعمل سلايم بلون سحري، هعلمكم ازاي حتى لو ما عندناش لون بنفسجي هنعمل اللون البنفسجي في البيت بطريقة سهلة جدا جدا. ان شاء الله يعجبكم اللون السحري اللي هنعمله النهاردة، حاجة كده سحر جميلة. شوفوا الفيديو للآخر، ان شاء الله يعجبكم اللون ويعجبكم السلايم. ما تنسوش لايك، ولو اول مرة تشوف القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا نشوف. دلوقتي احنا هنعمل لون بنفسجي، وهعلمكم ازاي لو ما عندكوش اللون البنفسجي اللي انتوا بتحبوه ازاي تعرفوا وتدربوه، اللي هو اللون ده هنعمله مع بعض، وهنعرف ايه الالوان اللي نحطها علشان تديني اللون البنفسجي. يلا بينا نشوف هنحط ايه على ايه عشان يديني اللون الجميل ده. ما تنسوش اللايك. دلوقتي هنحط نقطة مية صغيرة قوي، ليه؟ عشان ادرب فيها اللون، وبعد كده هبتدي احط لون احمر اللي هو الوان الطعام. تمام كده بالشكل ده، وبعد كده هبتدي احط لون ازرق برضو من الوان الطعام او زهرة الغسيل. في الحالتين اوكي تمام. هحط شوية شوية علشان اعرف اللون هيديني ايه. بص دلوقتي انا حطيت الازرق مع الاحمر وهقلب وخففتها بنقطة مية زي ما شوفنا اهو، لسه طبعا الاحمر غالب على الازرق، يبقى هحط لون ازرق تاني. هبتدي احط لون ازرق، لازم افضل احط شوية صغيرة شوية صغيرة علشان لغاية ما اوصل للدرجة اللي انا عاوزاها بالشكل ده. وهعمل ايه؟ هقلب كويس جدا عشان ادوب اللون. هشوف اداني لون ايه. كده اداني اللون بس لسه غامق، فحطيت ازرق تاني. هقلب بقى كويس، وبعد كده ابتدي احط الغيره بتاعتي. دي غيره اوكي، اهي العلبه اهي بتاعتها اهي، فضيها عشان العلبة خلاص ابتدت تخلص معايا. وحطيت معلقة كبيرة وهشوف اللون بالشكل ده. فعلا ابتدى يديني اللون البنفسجي الجميل. شايفين؟ ايه رايكم بقى في الاختراع ده؟ هاخد بقى هنا على الابيض على طول، هاخد بقى ايه اللي عشان مش عايزه اللون يغمق عن كده. بصوا يا حبايبي، عايزه المنظر يبين باين. هنشيل المعلقه الصغيره دي وهناخد المعلقه الكبيره اهو. بصوا اللون شايفين اللون؟ الدرجة البنفسجي الجميلة اهي، وعلى حرف الطبق شايفين؟ هيبقى احلى سلايم. وتعلمنا مع بعض يعني ازاي لو ما عنديش لون وعندي لون احمر اعرف اتصرف واجيب اللون البنفسجي الجميل اللي انا بحبه بالشكل ده. شايفين؟ يا رب يكون اللون واضح زي ما انا شايفاه هنا، لان انا شايفاه بنفسجي جميل اهو بالشكل ده. شايفين اللون بنفسجي جميل جدا اهو، باين على المعلقه كمان تحفه. عرفنا ازاي عملنا اللون، اتعلمنا مع بعض حاجه جديده النهارده في الفيديو. تمام كده نبتدي بقى نكمل السلايم بتاعنا. كده حطينا
الغرة على اللون وعرفنا ازاي طريقته. يلا بينا نكمل السلايم بتاعنا. اهو ده الطبق اللي احنا دربنا فيه اللون بالشكل ده، بنفسجي تحفة. اهو دلوقتي بقى هبتدي احط الدنكور زي ما انا علمتكم. الازازة دي بشيل فيها الدنكور بتاعي، بعمل نص كوباية مية على ربع معلقة صغيرة دنكور، ما نكترش الدنكور، وبحطه بحفظه في ازازة بالشكل ده عشان اعمل بيه يجي مليون مرة سلايم، لاني انا زي ما انتوا شفتوا باخد نقطة واحدة بس زي ما احنا شايفين كده، واقلب كويس. لسه مبقاش سلايم، هاخد نقطتين نقطتين بس كده واقلب. تصوير باين حلو، يا رب يكون اللون زي ما انا شايفاه بنفسجي تحفه. شايفينه في المعلقه جنب الابيض بنفسجي عامل ازاي تحفه. يلا بينا نحط سلايم، عشان يبقى سلايم نحط دنكور تاني نقطتين بس واقلب. قلب جامد بقى، جامد، قلب قلب قلب. اللون حلو. جميل، ايه رايكم بقى اللون كده حلو؟ سامعين؟ احلى سلايم في الدنيا، لون بنفسجي جميل من اختراعي زي ما احنا شايفين كده. هشيل ايدي كده عشان تشوفوه. ايه رايكم في اللون ده بقى؟ ما عندناش لون، اتصرفنا، حطينا احمر على ازرق. شايفين البلاليم دي؟ يلا الله، بيتمدد جميل. سامعين؟ بيترقع. لو عجبكم السلايم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس وشيروا الفيديو وما تنسوش تعلقوا. ودلوقتي هنقول سؤال المسابقة. ما هو السؤال بتاع المسابقة بقى؟ ما هو الشخص الذي قتل ربع سكان العالم؟ يا رب تجاوبوا على السؤال وان شاء الله تفوزوا كلكم. هثبت اول اجابه صحيحه اسفل الفيديو ان شاء الله. استنوني في فيديوهات حلوه كتير قوي، شيروا الفيديو واعملوا لايك، وما تنسوش كمان كل في عالم اماني كذبين هتظهروا في احلى التعليقات.